بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هناخد النهارده درس من دروس مادة الرياضيات فرع الجبر، اللي هو حل المعادلات والمتباينات في ح. هنتعلم إزاي نحل المعادلات والمتباينات في الأعداد الحقيقية. الهدف بتاعتنا أن يتعرف الطالب على حل المعادلات في الأعداد الحقيقية. الهدف الثاني أن يتعرف الطالب على حل المتباينات في ح. الهدف الثالث أن يتعرف الطالب على كتابة مجموعة الحل في ح والتمثيل على خط الأعداد. هنشوف الأهداف دي واحدة واحدة. أول حاجة هنشوفها إزاي نحل المعادلات بتاعت الدرجة الأولى في متغير واحد في ح. يعني ايه معادلة من الدرجة الاولى؟ يعني الاس بتاعنا اللي فوق الرمز واحد، عندي يعني 2 سين معناها 2 سين اس واحد، يبقى دي الدرجة الاولى في متغير واحد، يعني مجهول واحد اللي هو السين. معادلة من الدرجة الاولى في مجهول واحد، ازاي نحلها دي؟ بيقول لي حل المعادلة دي ومثلها على خط الاعداد. عاوزين نتعرف ازاي نحل المعادلة وازاي نمثلها على خط الاعداد. الحل، أول حاجة هنعملها إحنا دي المسألة بتاعتنا، هنودي التلاتة دي الناحية التانية بإشارة مخالفة، هتبقى خمسة ناقص تلاتة. ودايما في حل المعادلات والمتباينات خطوة أنا بنقل والخطوة اللي بعديها بكتب الناتج بتاع النقل ده، يعني 2 س بتساوي 2 اللي هي 5 ناقص 3 بتساوي 2، بعد كده هقسم على 2، معنى 2 س يعني 2 في الفي لما تروح الناحية التانية تبقى على، يبقى س بتساوي 2 على 2 يبقى س بتساوي كام؟ 1. يبقى مجموعة الحل بتاعتنا 1. طب هو بيقول لي مثل الحل على خط الأعداد، هعمل خط الأعداد وأعمل دايرة عند الواحد وأظللها طبعا. دي مجموعة الحل بتاعتنا، معادلة سهلة وخدتوها من الابتدائي. طيب نشوف معادلة تاني كده، بيقول لي اوجد مجموعة الحل في ح للمعادلة جذر 5 س ناقص 1 يساوي 4. جذر 5 س ناقص 1 بتساوي 4. نشوف هنحل ازاي. اول حاجة دي المسألة بتاعتنا، هنودي السالب 1 ده الناحية التانية بإشارة مخالفة، تبقى 4 زائد 1، يعني جذر 5 س بتساوي 4 زائد 1. واتفقنا خطوة بنقل والخطوة اللي بعديها بكتب الناتج. يعني ايه اكتب الناتج؟ يعني جذر 5 س بتساوي 5، جت من فين الخمسة؟ اللي هي 4 زائد 1 5. جذر 5 س معناها جذر 5 في س، الفي لما تروح الناحية التانية تبقى على، يبقى س تساوي 5 على جذر 5. طبعا دي عرفنا قبل كده ما نسيبهاش على كده، انا عشان اتخلص من جذر 5 اللي من تحت ده هضرب بسطا ومقاما في جذر 5، فوق وتحت في جذر 5، هنضرب بسطا ومقاما في جذر 5. 5 لما اضربها في جذر 5 تبقى 5 جذر 5، وجذر 5 في جذر 5 ب 5، يعني 5 في جذر 5 يبقى 5 جذر 5، وجذر 5 في جذر 5 يدينا 5، الخمسة تروح مع الخمسة، يبقى الناتج يطلع جذر 5. يبقى مجموعة الحل بتاعتنا جذر 5، لأن جذر 5 ينتمي للأعداد الحقيقية. إزاي بقى نمثل جذر 5 على خط الأعداد؟ كيفية تمثيل، هو بيقول لي أمثل الحل الناتج اللي هو جذر 5 على خط الأعداد، ده خدناه قبل كده. إزاي نمثل العدد جذر 5 على خط الأعداد؟ عشان أمثل أنا جذر 5 على خط الأعداد، هجيب المسطرة بتاعتي وأعمل خط الأعداد. هنقسم، هنعمل خط الأعداد، نرسم بالمسطرة، خلي بالكم أنا هرسم عيني خط وبعدين هقسم بالمسطرة سنتي سنتي بالظبط.
نقسم سنتي 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 زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هشيل المسطرة، هنعمل هنقسم الأعداد صفر وده سالب واحد سالب اتنين وبعد كده سالب تلاتة، والناحية التانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. وبعد كده شوف هنعمل ازاي، احنا خلي بالكم عاوزين نمثل العدد جذر خمسة على خط الأعداد. هنعمل ايه؟ لو تفتكروا بزود خمسة زائد واحد ستة، ستة على التنين فيها التلاتة، وخمسة ناقص واحد أربعة على التنين فيها التنين، يعني هعمل مثلث فيه ضلعين اتنين وتلاتة، حاجة عند الصفر واعمل عمود باتنين. عند الصفر واعمل عمود باتنين، جبناها من فين التنين دي؟ خمسة ناقص واحد، خمسة ناقص واحد، أربعة على التنين فيها التنين، عملت عمود باتنين. وبعد كده هجيب البرجل بتاعي وافتحه تلاتة سنتي. التلاتة دي جبناها من فين؟ اللي هي خمسة زائد واحد على اتنين، خمسة زائد واحد ستة، ستة على التنين فيها التلاتة. يعني عشان امثل جذر خمسة على خط الأعداد، عشان امثل جذر خمسة على خط الأعداد بجيب عددين، أطرح خمسة ناقص واحد على اتنين يدينا اتنين، وخمسة زائد واحد على اتنين يدينا تلاتة، فبعمل مثلث في ضلع باتنين والوتر بتلاتة. أنا هبتدي هعمل التلاتة بالبرجل، هعمل التلاتة بالبرجل، هعمل قوس. القوس ده أنا عامله من أول السن الحديد لغاية القوس ده تلاتة، هنوصل نظبط مسطرتنا كويس، نظبط المسطرة ونوصل. عندي دلوقتي مثلث في الضلع باتنين والوتر بيساوي تلاتة، ده باتنين والوتر بتاعنا بيساوي تلاتة، ده هيبقى النقطة دي تمثل العدد اللي عندي السهم دي جذر خمسة. يعني تمثيل جذر خمسة على خط الأعداد، حل المتباينات. تعالوا نشوف ازاي نحل المتباينات من الدرجة الأولى. احنا شفنا حل المعادلات، ثانيا هنشوف حل المتباينات. خدنا حل المعادلات أولا، ثانيا حل المتباينات. ايه الفرق بين المعادلة والمتباينة؟ المعادلة اللي فيها علامة التعادل اللي هي يساوي، أما المتباينة اللي فيها علامات التباين اللي هي أكبر وأصغر من. طيب خواص تستخدم في حل المتباينة، ايه هي الخواص؟ بيقول اذا كانت الف وب وجيم تنتمي لحا، ثلاث اعداد تنتمي للعدد الحقيقي، حيث الف اصغر من ب، الف زائد جيم اصغر من ب زائد جيم، خاصيه الاضافه. يعني ايه؟ لو كان الف اصغر من ب، لو ضفنا عدد على الالف ونفس العدد على الجيم ما تتغيرش، الأصغر هيبقى أصغر، ألف كانت أصغر من ب، يبقى ألف زائد جيم أصغر من باء زائد جيم. الضرب في عدد موجب، لو ضربنا هي الألف أصغر من ب، لو ضربنا في عدد موجب العلامة أصغر تفضل زي ما هي أصغر، ولو ضربنا في عدد سالب اتجاه المتباينة يتقلب، بدل ما أصغر يبقى أكبر. هنشوف الكلام ده كله من خلال أمثلة توضح لنا الكلام ده واحدة واحدة وبالراحة مع بعض. نشوف كده مثال. مثال بيقول لي أوجد مجموعة الحل المتباينة
3 س زائد 1 اكبر من او يساوي كام؟ 7. اول حاجه هنعملها احنا لما نجي نحل، بيقول يمثل الحل على خط الاعداد، يستحسن في المتبينات قال لي ما قاليش اعمل خط الاعداد، لان معظم المسائل بيكون فيها تمثيل على خط الاعداد والناس بتنسى تمثل على خط الاعداد. انت قال ما قالش اعمل له خط الاعداد. طيب ادي المتبينه زيها زي طريقه حل المعادله، انا هودي الواحد ده الناحيه الثانيه باشاره مخالفه. اول حاجه نعملها نودي الواحد ده الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يعني ايه؟ هتبقى 3 س اكبر من او يساوي، علامه زي ما هي، والواحد راح الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، بدل ما هو موجب بيجي سالب، بيجي 7 ناقص 1. ودايما قلنا خطوه بننقل والخطوه اللي بعديها نكتب الناتج، 7 ناقص 1 كام؟ 6. يبقى 3 س اكبر من او تساوي كام؟ 6. طب وبعدين 3 س معناها 3 في، يبقى نقسم على كام دلوقتي؟ على الثلاثة. يبقى س اكبر من او يساوي 2، جت ازاي 2؟ 6 على 3 فيها 2. طب وبعدين خلي بالكم عاوزين مجموعة الحل والتمثيل على خط الاعداد. كده المسألة خلصت، فاضل مجموعة الحل وخط الاعداد. مجموعة الحل التنين مغلقة لأنها أكبر من أو تساوي 2، من أول التنين في التنين مغلقة وما لا نهاية، ودايما الأقواس بتاعت ما لا نهاية والسالب من النهاية أقواس مفتوحة. إزاي أمثلها على خط الأعداد؟ هعمل خط الأعداد وأعمل دايرة عند التنين وأظللها وأمشي ناحية الأكبر، أيوه، لغاية ما لا نهاية، سواء الدايرة مظللة وراها يتظلل. ده خط الأعداد، ومجموعة الحل قلنا الفترة النصف مغلقة 2 وما لا نهاية. طيب شوفوا مثال تاني كده، اوجد مجموعة الحل للمتبينة على صورة فترة. ادي المتبينة 2 ناقص 3 س اقل من او تساوي 8، ومثل الحل على خط الاعداد. عاوزين نحل المتبينة ونمثل الحل على خط ايه؟ الاعداد. ادي المسألة بتاعتنا، السين موجودة في الطرف اليمين معها التنين والتلاتة. طب اتخلص من التنين والتلاتة؟ لا، اتخلص من التنين الاول، التلاتة المضروبة في سين دي بخليها في الاخر. اودي التنين الناحية التانية باشارة مخالفة، في ناس بتفتكر التنين دي اشارتها سالب، لا، الاشارة السالب دي بتاعت التلاتة، التنين دي اشارتها موجب، لما تروح الناحية التانية تروح باشارة مخالفة، يعني التنين دي موجبة، لما تروح تبقى سالبة، يعني سالب 3 س اقل من او تساوي 8، ايوه، ناقص 2، تمام. ودايما خطوه بننقل والخطوه اللي بعديها بكتب الناتج، وديت التنين الناحيه الثانيه باشاره مخالفه انا، يبقى 8 ناقص 2، يبقى سالب 3 س اقل من او تساوي 8 ناقص 2، 6. سالب 3 س معناها سالب 3 في، والفي تبقى الناحيه الثانيه على، سالب 3 س الناحية التانية الفي تبقى على. خلي بالكم بس، أنا هقسم على سالب 3، طالما بقسم على عدد سالب اتجاه المتبينة بيتقلب. أول ما ألقى نفسي هقسم على عدد سالب اتجاه المتبينة بتاعتنا يتقلب، طالما أنا بقسم على عدد سالب اتجاه المتبينة يتقلب، طالما أنا بقسم على عدد سالب اتجاه المتبينة يتقلب، يعني اتجاه المتبينة يتقلب، بدل ما أصغر من أو يساوي يبقى أكبر من أو يساوي. ليه قلبنا الاتجاه؟ لأن احنا قسمنا على سالب 3، أول ما يكون في قسمة على عدد سالب بنقلب اتجاه المتبينة، يبقى س أكبر من أو تساوي سالب 2. كده المسألة خلصت، يبقى فاضل معانا مجموعة الحل وخط ايه؟ الاعداد. اكبر من او تساوي سالب 2 هنعمل سالب 2 مغلقة وما لا نهاية، فترة النصف مغلقة سالب 2 وما لا نهاية. هعمل دايرة عند السالب 2 واظللها لان في علامة تساوي، وامشي ناحية ما لا نهاية ونظلل. ده خط الاعداد. يبقى في المثال بتاعنا ده ما ننساش، أول ما نلقى نفسنا بنقسم على عدد سالب، مش لما نلقى عدد سالب، لما نقسم على عدد سالب
بنجلب اتجاه المتباينة، الأكبر يبقى أصغر والأصغر يبقى أكبر. إمتى بنجلب اتجاه المتباينة؟ في حالة القسمة على عدد سالب. أول ما نلقى نفسنا قسمنا على عدد سالب بنجلب اتجاه المتباين. طيب نشوف مسألة تاني. مثال بيقول لي اوجد مجموعة الحل المتباينة على صورة فترة 2 س ناقص 1 أقل من س زائد 3، ومثل الحل على خط الأعداد. وعايزين نمثل الخط الحل على خط الأعداد. طيب الحل، أدي المسألة بتاعتنا. المسألة دي شكلها غريب، ليه؟ لأن في سينات في اليمين وفي سينات فين؟ في الشمال. دي متباينة من طرفين، السينات موجودة في اليمين والسينات موجودة في الشمال. أنا لازم عشان أحل المتباينة لازم أخلي الحاجة المجهولة في ناحية واحدة، نخليها في اليمين، نخليها في اليمين. يعني التنين سين دي موجودة في اليمين وليها أخت تاني اللي هي السين دي موجودة في الشمال، حودي السين دي جنب أختها. السين لما تطلع من الشمال تروح لليمين تروح بإشارة مخالفة، أي حاجة بتتحرك من طرف لطرف بنغير إشارتها. اللي بيتغير من طرف يروح لطرف تاني يتغير إشارته، لو موجب يبقى سالب ولو سالب يبقى موجب. فأنا حودي السين دي الناحية التانية هنا، بدل ما هي موجب سين تبقى سالب سين. وممكن اجيب السالب واحد من هنا عشان اخليه جنب الثلاثة. طب هو سالب واحد لما يجي من هنا يبقى موجب واحد، اهي جبنا السين من هنا بقت سالب سين، وجبنا السالب واحد من هنا بقت موجب ايه؟ واحد. ليه عملت كده؟ عشان اجمع السينات في ناحية واحدة، اجمع السينات في حتة واحدة. فنجمع السينات في ناحية واحدة. طب بعدين نطرح 2 سين ناقص سين تفضل سين، وثلاثة زائد واحد كام؟ أربعة. خلصت كده. خلصت. طالما سين بقت لوحدها يبقى خلصت. فاضل إيه؟ مجموعة الحل وخط الأعداد. ما ننساش مجموعة الحل وخط الأعداد. مجموعة الحل هتبقى سالب ما لا نهاية. دايماً بنبتدي في الفترات من الصغير للكبير. سالب ما لا نهاية وأربعة. الفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية وأربعة. ليه القوس بتاع الأربعة مفتوح اللي ما فيش علامة تساوي؟ وطبعاً السالب ما لا نهاية مفتوح. هنعمل خط الأعداد، نعمل دايرة عند الأربعة، أظللها ولا ما أظللهاش؟ ممتازين، ما تظللش لأن مفيش علامة تساوي والقوس مفتوح، وأمشي ناحية الأصغر، يعني نمشي ناحية السالب ما لا نهاية، سواء الدايرة مظللة أو مش مظللة اللي وراها يتظلل. يبقى كده كتبنا مجموعة الحل وعملنا خط الأعداد، واللي عاوز يعمل خط الأعداد الأول بعد كده مجموعة الحل ماشي مفيش مشاكل. يبقى استفدنا في المسألة دي إيه؟ لما يكون السين موجودة في الطرفين في اليمين وفي الشمال، لا أنا عايز أخلي السينات في ناحية واحدة، هخليهم كلهم في اليمين، هودي السين دي اللي هي في الناحية الشمال الناحية اليمين تروح بإشارة مخالفة، بدل ما هي موجب سين تبقى سالب سين، والسالب واحد اللي في اليمين ده هودي الشمال، بدل ما هو سالب واحد يبقى موجب واحد. أي حاجة بتتنقل من اليمين للشمال تتغير إشارتها. 2 س ناقص س تفضل س، و3 زائد 1 تبقى 4. مجموعة الحل قلنا الفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية و4، عملنا دايرة عند الأربعة وما زللناهاش ومشينا ناحية السالب ما لا نهاية. الدايرة سواء مظللة أو مش مظللة اللي وراها يتظلل. طيب نشوف مثال تاني. أوجد مجموعة الحل المتباينة على صورة فترة 2 س ناقص 3 أكبر من أو تساوي 12 ناقص س. 2 س ناقص 3 أكبر من أو تساوي 12 ناقص س. الحل، أدي المسألة بتاعتنا. هنعمل إيه في المسألة دي؟ هنجمع السينات. 2 س دي موجودة في اليمين، هجيب لها أختها، أختها دي سالب س لما تروح تبقى موجب س، وال 12 دي موجودة في الشمال، هجيب لها السالب 3 تبقى موجب 3. يعني السالب س دي راحت بقت موجب س، والسالب 3 دي راحت بقت موجب 3. 2 س زائد س تدينا 3 س، و12 زائد 3 تدينا كام؟ 15. اقسم على مين بعد كده؟ اقسم على 3، يبقى س اكبر من او تساوي 5. س اكبر من او تساوي 5.
فاضل ايه؟ ايوه فاضل مجموعة الحل. مجموعة الحل خمسة وما لا نهاية، والقوس بتاع الخمسة ماله؟ مغلق. القوس بتاع الخمسة مغلق. القوس بتاع الخمسة مغلق، خمسة وما نهاية. طبعا لو حرسم خط الاعداد حاعمل دايرة عند مين؟ عند الخمسة، واظللها وامشي ناحية ما لا نهاية. هو في المثال ده ما قاليش عايز خط الاعداد، بس انا بقول يستحسن لو ما قالكش او قال لك تعمله. ليه؟ لانه ساعات كتير بيكون عايز خط الاعداد وانتوا بتنسوه. طيب نشوف مثال تاني. اوجد مجموعة الحل للمتباينة دي. دي متباينة بقى، متباينة من ثلاث اطراف. ثلاث اطراف ازاي؟ ثلاث اطراف، ادي طرف اللي هي الاربعه، والسين زائد اتنين الطرف اللي في النص، والطرف الثالث اللي هو سبعه. متباينه من ثلاث اطراف. السين موجوده في الطرف في اللي في النص. مين مع السين؟ التنين. التنين بقى دي عشان تخلص منها تروح من هنا ومن هنا باشاره مخالفه. يعني اللي من النص ده، اللي في النص ده اللي هو التنين دي، تاجي من هنا جنب الأربعة وتاجي هنا جنب السبعة بإشارة مخالفة. تروح من هنا ومن هنا بإشارة مخالفة. اللي يطلع من النص يروح للناحيتين بإشارة مخالفة. يعني إيه؟ أدي سين، طلعنا التنين اللي في النص وديناها من هنا ومن هنا، بقيت أربعة ناقص اتنين، والناحية التانية سبعة ناقص اتنين. وزي ما اتفقنا سواء معادلات او متباينات، خطوة بننقل وخطوة بنكتب الناتج. اربعة ناقص اتنين الاجابة اتنين، وسبعة ناقص اتنين تبقى كام؟ خمسة. يبقى السين كده اكبر من اتنين واقل من او تساوي كام؟ خمسة. سين اكبر من اتنين واقل من او تساوي خمسة. هنعمل خط الاعداد، هنعمل دايرة عند التنين. ما ظللناهاش ليه؟ لان مفيش علامه تساوي. وعملنا دايره عند الخمسه، ليه ظللناها؟ عشان في علامه تساوي، ووصل بين الدايرتين وظلل اللي بينهم. كده عملنا خط الاعداد. مجموعه الحل بقى الفتره النصف مفتوحه 2 و5، التنين مفتوح طبعا عشان مفيش علامه تساوي، والخمسه مكفول. دي اسمها متباينه من ثلاث اطراف. نقول تاني، دي متباينه من ثلاث اطراف، السين موجوده في النص. مين اللي مع السين؟ التنين. تروح الناحية التانية من هنا ومن هنا بإشارة مخالفة، يعني تروح جنب الأربعة تبقى أربعة ناقص اتنين، وتروح جنب السبعة تبقى سبعة ناقص اتنين. أربعة ناقص اتنين اتنين، وسبعة ناقص اتنين خمسة. عملنا دايرة عند التنين ما ظللناهاش لأن مفيش علامة تساوي، ودايرة عند الخمسة وظللناها لأن في علامة تساوي، ووصل بين الدايرتين وظل بينهم. يبقى مجموعة الحل التنين مفتوحة والخمسة مغلقة، الفترة النصف مفتوحة اتنين وكام؟ وخمسة. طيب نشوف مثال تاني. اوجد مجموعة الحل للمتباينة على صورة فترة. متباينة دي ما قاليش مثل على خط الاعداد. احنا بقول يستحسن قال ما قلناش نعمل خط الاعداد، لكن لو انت خدت بالك وعرفت تفرق امتى بيقول لي مثل وامتى مش بيقول لي مثل، وما تنساش براحتك. لو ما قاليش مثل على خط الاعداد ما تمثلش، بس ما اقول احنا يستحسن تمثل عشان اللي بينسوا، الجماعه اللي بينسوا تمثيل على خط الاعداد. طيب الحل، ادي المساله بتاعتنا. دي متباينه من ثلاث اطراف. السين موجوده في الطرف السين موجوده في الطرف اللي في النص. مين معاها السين في النص؟ يوجد معاها التنين، ومين تاني؟ الواحد. طب نتخلص من التنين ولا نتخلص من واحد؟ لا، اتخلص من البعيد الاول، من الواحد اللي هو العدد المضاف ده. اللي لازق ده العدد المضروب بخليه الاخر، هتخلص من الواحد. طب الواحد ده يروح فين؟ زي ما قلنا اللي يطلع من النص يروح من هنا هنا كده، وياجي من هنا بإشارة مخالفة. يعني ايه؟ هتبقى الواحد ده هيروح، يبقى 3 ناقص 1 وتبقى 11 ناقص 1. ادي 3 ناقص 1، الواحد طلع من النص ده بيجي جنب 3، 3 ناقص 1 ليه ناقص؟ لانه كان موجب،
و11 ناقص 1. ودايما خطوة أنقل وخطوة أكتب الناتج. 3 ناقص 1 كام؟ 2. و11 ناقص 1 10. هل خلصت المسألة على كده؟ لا ما خلصتش. ليه؟ لسه في حاجة مع السين اللي هو التنين. لازم نتخلص من التنين دلوقتي. لازم نتخلص من التنين. معنى 2 سين يعني 2 في سين. أقسم على التنين دي. برضه التنين تروح من هنا ومن هنا مكسومة. يعني إيه؟ هقسم على التنين. هقسم على 2. 2 على التنين تبقى فيها الكام؟ الواحد. ودي راحت لما أقسم على التنين. و10 على التنين فيها الكام؟ الخمسة. كده المسألة بتاعتي خلصت. طالما السين بقيت لوحدها يبقى كده المسألة بتاعتي خلصت. يبقى مجموعة الحل بتاعنا هيبقى الواحد مفتوح والخمسة مغلق. الواحد مفتوح عشان ما فيش علامة تساوي، والخمسة مغلق لأن في علامة تساوي. أعمل خط الأعداد. ليه ما عملناش خط الأعداد؟ لأنه هو أصلا ما طلبش خط الأعداد. لو أنت عايز تعمله كنت عملته، وهو ما طلبش وانت متأكد انه ما طلبش ممكن تعملهوش عادي. طيب نشوف مثال تاني. اوجد مجموعة الحل المتباينة على صورة فترة. ماشي اهي هو المثال ده اهو شايفينه اهو. ما كانش قال لي اعمل على خط ايه الاعداد. ادي حلنا ازاي. نقول تاني اول حاجة انا عملت ايه. خلي بالكم وديت الواحد ده من هنا جنب الثلاثة وجنب الحداشر بإشارة مخالفة. يعني بيجي الثلاثة ناقص واحد والتنين سين. الواحد ده راح من هنا ومن هنا بإشارة مخالفة. وحداشر ناقص واحد. دايما خطوة أنقل وخطوة أكتب الناتج. ثلاثة ناقص واحد كام؟ اتنين. وحداشر ناقص واحد عشرة. أقسم على كام بعد كده؟ أقسم على اتنين. اتنين على التنين فيها الكام؟ فيها الواحد. أما أقسم على التنين. وعشر على التنين فيها الخمسة. يبقى سين أكبر من أو تساوي واحد وأقل من أو تساوي كام؟ خمسة. أكبر من واحد وأقل من أو تساوي خمسة. طيب مجموعة الحل النصف مفتوحة واحد وخمسة. الواحد ليه مفتوح؟ لأن مفيش علامة تساوي. والخمسة مغلق لأن في علامة تساوي. ما قاليش خط الأعداد فمش لازم أعمل خط الأعداد. لو أنت من النوع اللي بينسى عود نفسك قال ما قالش تعمل خط الأعداد. وفي ناس بتنسى مجموعة الحل برضي. انت عودوا نفسكم على مجموعة الحل دي لازم. خط الأعداد عاوز تخلي بالك وتشوف ماشي. عاوز تعمل وقال ما قالش برضي ماشي. طيب نشوف مسألة تاني. اوجد مجموعة الحل للمتباينة. بصوا شكل المتباينة دي وعاوز مثلها على خط الأعداد. متباينة شكلها غريب كده. ليه شكلها غريب؟ لأن نلاحظ إن السينات موجودة في الثلاث أطراف. أدي في الطرف ده موجودة السينات، وفي الطرف ده موجودة السينات، وفي الطرف ده موجودة السينات. طالما متباينة من ثلاث أطراف بنفضل إن المجهول اللي هو السين يكون في النص. بنفضل إن الحاجة المجهولة تكون في النص. يعني عاوزين السين إحنا المجهولة دي تكون في المنتصف. السين دي تكون في المنتصف بس. يعني مش عايز انا لا التنين سين دي ولا التنين سين دي. طب ازاي اتخلص من التنين سين دي والتنين سين دي؟ هضيف المعكوس الجمع ليهم. يعني ايه؟ دي تنين سين هنا وهنا. يبقى هضيف انا سالب تنين سين للاطراف الثلاثة. بإضافة سالب 2 سين للأطراف الثلاثة. أنا حضيف سالب 2 سين للأطراف الثلاثة. يعني أنا حضيف سالب 2 سين هنا وهنا وهنا. هنضيف سالب 2 سين للأطراف الثلاثة. خلي بالكم. طيب تعال نشوف سالب 2 سين أهو. هكتبها كده عشان ما ننساش. أنا أوريكم. هضيف سالب 2 سين للطرف ده وللطرف ده وللطرف ده. لما اضيف سالب 2 س للطرف ده، سالب 2 س تضيع موجب 2 س. يفضل مين معايا بس؟ يفضل معايا 3. وهنا سالب 2 س تضيع موجب 2 س، تفضل مين معايا؟ تفضل معايا 9. طب هنا سالب 2 س وموجب 5 س تفضل معايا 3 س. يبقى المسألة هتبقى كده. بقت مسألة عادية. أقول تاني.
المسألة نقول تاني كانت سالب كانت 2 س زائد 3 أقل من أو تساوي 5 س. نرجع كده نرجع نعملها لكم الأول تاني. أدي المسألة كانت، نلاحظ إن أصلاً المسألة بتاعتنا فيها إيه؟ فيها سينات في الثلاث أطراف، فيها سينات فين؟ هنا وفي النص وهنا. لا أنا عايز السينات تكون في النص بس. يبقى عايز أتخلص من دي وأتخلص من دي. دي موجب 2 س ودي موجب 2 س. فأنا هضيف سالب 2 س للأطراف الثلاثة. للثلاث أطراف هضيف سالب 2 س للثلاث أطراف. هنضيف سالب 2 س للطرف للثلاث أطراف. يعني إيه؟ أهو هكتبهم من فوق كده. سالب 2 س وموجب 2 س دول ضيعوا بعض. وسالب 2 س وموجب 2 س يضيعوا بعض. طب سالب 2 س وموجب 5 س ما يضيعوش بعض، يفضل 3 س. يبقى هتبقى 3 س زائد 3 أكبر من أو تساوي 3 اللي فضلت هنا والتسعة اللي فضلت هنا. بقيت متباينة عادية، متباينة سهلة جدا. أعمل إيه بقى؟ أتخلص من التلاتة. التلاتة دي تروح فين؟ زي ما قلنا قبل كده، التلاتة دي اللي من النص تطلع تروح من هنا ومن هنا بإشارة مخالفة. بإشارة مخالفة. يعني إزاي؟ هتبقى 3 ناقص 3 و9 ناقص 3. الثلاثة اللي طلعت من النص دي راحت من هنا ومن هنا بإشارة مخالفة. 3 ناقص 3 صفر. ما انساش، في ناس مش بتكتب الصفر، لا ده لازم اكتب الصفر. طالما متباينة من ثلاث أطراف تفضل لغاية الآخر ثلاث أطراف، صفر و3 س و9 ناقص 3 6. هل خلصت المسألة على كده؟ لا. ليه المسألة ما خلصتش؟ ليه المسألة ما خلصتش؟ لأني أصلا مع السين في عدد اللي هو 3. إيه معنى 3 س؟ يعني 3 في س. عشان أتخلص من الثلاثة دي اللي هي الفي أقسم على 3. 0 على 3 بتساوي 0. و6 على 3 فيها الكام؟ 2. يبقى س أكبر من أو تساوي 0 وأقل من كام؟ من 2. خلي بالكم عايز مجموعة الحل وخط الأعداد. أدي خط الأعداد. هعمل دايرة عند الصفر وظللها طبعا لأن في علامة تساوي، ودايرة عند التنين وما ظللهاش لأن ما فيش علامة تساوي، ووصل بين الدايرتين وظلل اللي بينهم، وظلل اللي بينهم. مجموعة الحل بقى فاضل مجموعة الحل. ما ننساش مجموعة الحل، ما ننساش مجموعة الحل. عايز مجموعة الحل. مجموعة الحل تساوي صفر مغلق، يبقى القوس بتاع الصفر بتبتدي من الشمال لليمين، الصفر مغلق، صفر وكام؟ اتنين. طب القوس بتاع التنين ماله؟ ايوه مفتوح. ليه القوس بتاع التنين مفتوح؟ لاني اصلا الدايره مش مظلله. وليه الدايره مش مظلله؟ لان مفيش علامه يساوي. ما ننساش مجموعه الحل. طيب تمارين كده نتناقش فيها. 5 س اقل من 15 فان س، هساعدكم حته صغيره كده، عايزين س دي 5 س اقل من 15. س اعتبرها هيقول لي اقل من كام؟ س أقل من كام؟ 5 س أقل من 15 يبقى س أقل من كام؟ س أقل من كام؟ طبعا هي الإجابة فعلا س أقل من 3. فعلا س أقل من 3. طيب دي س أقل من 3. طب هنا في المسألة دي س ناقص 3 أكبر من أو تساوي 4. فإن س عاوزين س دي تنتمي للفترة إيه؟ عايزين س دي تنتمي للفترة إيه؟ س تنتمي للفترة إيه؟ إيه الفترة اللي تنتمي ليها س؟ س ناقص 3 أكبر من أو تساوي 4. فإن س تنتمي
لإيه؟ س تنتمي للفترة إيه؟ تمام يا علي؟ زي ما بتقول كده، لو ما فيش يساوي في الم... في مش مش في المعادلة، لو ما فيش يساوي في المتباينة، يبقى الفترة مفتوحة من الجهة اللي ما فيهوش يساوي، ولو في يساوي القوس نفسه بيتقفل، صح كلام؟ تمام يا علي؟ أنا عايز في المسألة دي، أنا عايز س تنتمي للفترة إيه؟ يعني أنا حل المتباينة، عايز الفترة بعد كده، يعني أنا عايز نحل المتباينة ونشوف الفترة بتاعتنا إيه؟ إيه الفترة بتاعتنا؟ الفترة بتاعتنا، طبعًا أنا هودي السالب 3 الناحية التانية مش على مخالفة، هتبقى س أكبر من أو تساوي 7، هتبقى س أكبر من أو تساوي 7. يبقى الفترة بتاعتنا هتبقى السبعة قوس بتاعها مغلق لأن في علامة تساوي، وبعد كده وما لا نهاية، والقوس بتاعة ما لا نهاية قوس مفتوح، والقوس بتاع ما لا نهاية قوس مفتوح. طيب سالب 2 س أقل من أو تساوي 3، هنا دي بقى أنا هقسم على عدد سالب، هقسم على سالب 2، خلي بالكم لما أقسم على سالب 2، لما نقسم على عدد سالب بيتقلب اتجاه المتباينة، طالما هقسم على عدد سالب هيتقلب اتجاه المتباينة، يعني هتبقى س أكبر من أو يساوي 3 على سالب 2، ونحب نخلي السالب من فوق، يعني س هتبقى أكبر من أو تساوي سالب 3 على 2. سالب 3 على 2 اللي هي سالب 1.5. ليه قلبت علامة التباين من أصغر من أو تساوي خليتها أكبر من أو تساوي؟ لأني أنا قسمت على عدد سالب، أول ما نلقى نفسنا بنقسم على عدد سالب بنقلب اتجاه المتباينة، على طول يتقلب اتجاه المتباينة، يتقلب اتجاه المتباينة. طيب المسألة دي 1 ناقص س أكبر من 4، هتبقى س أصغر من ولا أكبر من في الآخر؟ هتبقى س أصغر ولا أكبر؟ وأصغر من أو ولا أكبر من مين؟ س في الآخر، يعني هتبقى أكبر ولا أصغر؟ تمام زي الفل. هودي الواحد الناحية التانية بإشارة مخالفة، هتبقى 4 ناقص 1 كام؟ 3، هتبقى سالب س أكبر من 3، سالب س أكبر من 3، يبقى س هتبقى أصغر من سالب 3، هتبقى س أصغر من سالب 3، أنا هودي الواحد الناحية التانية، هتبقى 4 ناقص 1 3، تبقى سالب س أكبر من 3، أقسم على سالب 1 فيتقلب اتجاه المتباينة، بدل ما أكبر يبقى أصغر. آخر واحدة دي معانا بقى، جذر 2 س أكبر من أو تساوي 4، أنا هقسم على جذر كام؟ 2، يعني هتبقى 4 على جذر 2، وزي ما خدنا قبل كده مش بنحب الجذور خالص تبقى في المقام، يعني هتبقى 4 على جذر 2، أمال أعمل إيه؟ أضرب بسطا ومقاما في جذر 2 على جذر 2، أضرب بسطا ومقاما في جذر 2 على جذر 2، 4 في جذر 2 تبقى 4 جذر 2، وجذر 2 في جذر 2 ب 2، 4 على 2 في 2 يبقى 2 جذر 2، يبقى س أكبر من أو تساوي تبقى 2 جذر 2. واحد يقول لي طب دي لو عايز أعملها في فترة هتبقى قوس مغلق 2 جذر 2 و ما لا نهاية. زي ما تعودنا هسيب لكم شوية تمارين تحاولوا تحلوها انتوا، ادي بيقول لي شوية تمارين متباينات تحاولوا تحلوها، تمارين سهلة بتكرر في الامتحانات. أتمنى لكم تكون النهاردة استفدتوا بدرس المعادلات والمتباينات، وغالبا لازم أي امتحان تاجي فيه متباينة، أي امتحان بتاجي فيه متباينة لازم المتباينة هتلقوها في الامتحان، وما ننساش التمثيل على خط الأعداد ومجموعة الحل. شكرا لكم، كان معكم اليوم الأستاذ خالد السيد عبد الرحيم
من محافظة الأقصر، إدارة الأقصر التعليمية، من مدرسة الأقصر العلدية بنات، مع تمنياتي وتمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالتوفيق والنجاح. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.